قالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا جوليا توما إن الوكالة لم تدع إلى استخدام كافة الطرق البرية والبحرية والجوية من أجل توصيل المساعدات. وشددت المتحدثة باسم الأونروا أنه حان الوقت لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرة إلى أن ربع سكان غزة يتضورون جوعا جراء الحصار وعدم توفر الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء. سيرين was one of very few women health specialists in the Gaza Strip.